إخوان، السلام عليكم. مرحبا بكم في الجزء الجديد من الدور ديالنا، البروجي ديالنا اللي هو الرياكت. قلنا الريتين اب للريفيو اب. في الجزء هذا غادي نزيدو نقدو الفورم ديالنا، حيت في الجزء السابق غير افيشينا الفورم وصافي، مازال ما ريكلناش الفورم كيما خصها تكون مريقله. فاول حاجه غادي نبدلو بعدا هادشي اللي عندنا هنايا وعاد افونسيو، وغادي نرجعو للفورم ديالنا اللي هي هادي. فاول شو عندنا هو هذا، فهذا لو شون غادي يكون هو نيم، يعني الاسم ديال الشخص اللي كيزيد الريفيو. هنايا نقدروا نديروا هنا فور نيم. هنايا دابا في رياكت خص تكون اش تي ام ال فور، ماشي ما تكونش، ما خصهاش تكون فور هكاك. هنا غادي نديروا نيم، حتى هنايا غادي تكون الكلاس نيم، ماشي كلاس. هنا غادي تكون كلاس نيم. المهم غادي نبدلو هادو اللي عندنا هنايا، اللي عندنا فيهم اللي عندنا فيهم بلاتي نقلو هادي، هادو اللي عندنا فيهم الاش تي ام ال، اللي عندنا فيهم الفور غنديرو فيهم اش تي ام ال فور، هادو اللي عندنا فيهم الكلاس غادي نديرو فيهم كلاس نيم. هكذا مزيان. فعندنا اش تي ام ال فور نيم، هنا عندنا تكست، هنا بلاصه الاي دي ما عندي ما ندير الاي دي، غادي ندير النيم كيساوي لنا نيم. لا بلاتي نهبطو هادشي اللي هنا لتحت، شي بان هادشي مريقل، حيد هاد اللي زايدة هنايا، وهزي نزيروها هنايا، وهزي حتى هي غادي نزيروها هنايا. وهنايا في البلايس هولدر غادي نقول نديرو مثلا نيم. مازال خصنا نزيدو واحد لي فاريابل اللي غادي نربطوهم مع هاد الانبوت هادو، فمن بعد غادي نزيدوهم. دابا بعدا نريقلو هادشي وعدنا. فهنايا عندنا الميساج، هادي غادي نبطوها حتى هي، نبطو مع هادي، نبطو مع هادي. فهنايا غادي نقولو ميساج ونعطيوها النيم. خا هو هاد النيم ما غاديش نحتاجوه، لا غادي نحتاجوه بلاتي، ماشي ما غاديش نحتاجوه، غادي نحتاجوه حتى قصنا الميكرو كاع جبت. طيحنا الميكرو ديال الاخوان، سمحوا لنا. المهم قلت غادي نحتاجوه، ماشي ما غاديش نحتاجوه. ولكن بلاتي فين هنا، ما كاينش هنا، ما عطيناش النيم في هادي. هنا شنو درنا هنا، عطينا النيم ميساج، وخصنا نزيدو البليس هولدر. البليس هولدر نقولو فيها ميساج. فهو الحقيقة فرياكت خص كاع هاد الدوبل كوتس هادو اللي كاينين، خص تكون غير سينجل كوت. فرياكت ما كتش ماشي ما فرياكت، يعني في الكونفونسيون، يعني في المتعارف عليه، خص نورمالمون خص هاد كاع هاد الدوبل كوتس ما يكونش، تكون غير سينجل كوتس. فكان عندي واحد الباكيج، حيت انا حيت دابا بدلت الباس، كان عندي واحد الباكيج اللي فاش كدير دوبل كوتس هنايا هو اوتوماتيكيا كيعاود يردهم لك السينجل كوتس. ولكني انا تلفت داك الباكيج، ولا كنت داير شي كونفيغوراسيون عندي هنا في الفي اس كود، حيت دابا فاش كتبقى واحد المود وانت خدام بواحد الحاجه، حيت انا كنت هاد البيس راه كنت سنين وانا خدام به، عمرني فورماطيتو كاع، ما عمرو تفورماطا. فاش كتحيد مثلا، حتى انا كتوقع لي انا حتى في التصوار، فاش كنبدل شي بيسي ولا هادي وكنحيد، كنبدل الكامتازيا كنعاود نانستالي واحد اخر، فكنت في الكونفيغوراسيون اللي كنت داير من قبل باش نجيب الصوت مقاد باش نجيب هادي، فكنت الفاره شحال مخطر يلا، حتى كتلقى شي فيديوهات اللي فيهم الصوت ماشي هو هذاك، فكان كنت لفت الكونفيغوراسيون كنكون عاد كنقلب عليها على داك الشيء اللي كنت داير من قبل. فنفس الشيء كيوقع لي حتى في هذا الفيروس كود، فدابا تلفت داك الشيء اللي كنت داير من قبل باش نعاود خصني نقلب عليه، خصك ما هي وما لونها. المهم بقلنا النيم، وهنايا راني ما زدتش النيم هنا، هنايا غادي نعطيوها نيم.
اللي نعطيوه نيم. وهنايا البوطون ديالنا اللي هي هادي هاد البوطون هادي حنا غادي نديرو سابميت. صافي هادشي اللي كاين. شوفوا دابا فهو النيم هو هذا اننا هاد التكست ايريا دابا نحيدها وندينا سابميت. فين هي داك التكست ايريا؟ هي هادي غادي نديرو فيها ميساج. دابا سيدي غادي نزيدو لي فاريابل اللي قلنا غادي يكونوا مربوطين مع هاد الايتيكيتس ديالنا مع الفورم. فاول حاجه غادي نزيدهم اول فاريابل اللي هي النيم. غنقولو النيم ويمشي لنا مع السيت نيم. غادي نخدمو بيو ستيت كيما قلنا في الجزء الاول راه خصك تكون عارف هادشي. تكون عندك يعني لي باز ديال رياكت تكون عارف شنو كندير. دابا عندنا سيدي نفس الشيء بالنسبه للميساج. هذا الميساج وهذا السيت ميساج. غادي نديرو يوز ستيت ونعطيو الميساج نال. ومن بعد سيدي الشيء الاخر من بعد نزيدوه تنزيدو داك لاخر ديال الريتين. عاد نزيدو من بعد هنا في الفورم داخل الفورم هاد الانبوت ديالنا في الفاليو ديالهم. في الفاليو غادي نعطيو الفاليو هنايا غادي نعطيوها النيم. فهما كما قلت لك هاد النيم هذا تقدر ما تخدمش بيه غير هو في الاخر كتزيدو غير باش الفورم فاش كتزيد هنايا هاد الفاريابل هادي كيعرف بانه هو راه مربوط مع هاد الفاريابل واخا هي بالفاليو راه مربوطه بهاد الفاريابل حتى بالفاليو. غير كتاكد له بهاد النيم هذا مع النيم والفاليو كيمشي مع هادشي. اما هي راه تقدر تحيد النيم وتقدر تحيد حتى هاد النيم هذا انا غادي تخدم عادي. هذا ما كان شنو اخر قلنا عندنا هنايا النيم الفاليو نيم وعندنا الميساج حتى هو نزيدو هنايا ميساج. وهذا غادي نزيدو عاوتاني الاون تشينج يعني اون فوا نخرج من الانبوت فغادي نريكوبيري لا فالور ديالها اون تشينج اون تشينج. وغادي نخدمو بالاي ايفنتس وغادي نقولو سيت نيم. اين فوا غادي نخرج من الانبوت غادي نعطي نيم الفاريابل اللي زدنا غادي نعطيوها نريكوبيريو نيم من الايفنتس بوان تارجت بوان فاليو. نفس الشيء عندي هنايا في الاخر في الميساج حتى هو غادي نديرو سيت ميساج اللي هو هدا وغادي نعطيوه بوان تارجت بوان فاليو. فكنظن هادشي اللي كاين. بقات لنا حاجه وحده هي نزيدو الاخر نزيدو داك كسميتو اللي هضرنا عليه اللي هو ستار سيستم. فنشوف ستار كومبوننت فنشوف واش عندي هنا شي ايرور اشرف اتريبيوت هادي من بعد دابا نريقلوها صافي ما تبقى ديال بوتستراب صافي. ما عرفتش علاش اللي كيعطي هاد الايرور ديال بوتستراب كيقول لك بانه ديبريكيتد anyway ماشي من داكشي ما عنده علاقة بالاب. فغادي نجيو غادي نمشيو نصطالي واحد الباكيج هو اللي غادي يعطينا هاد الريتين كومبوننت كيما كتشوف هنايا. الباكيج هو هذا سميتو رياكت سيمبل ستار ريتين. فكيف كتشوف هنا كيعطيك راه ديجا شفناها في الديمو ها هما دايرينها هنا كيعطيك بحال هكذا كتحط الكيرسور كتهزل يعني الريتين اللي بغيتي كتكليكي عليه وكدير سابميت. فهنا غادي نانستاليو باش نانستاليو غادي نهزو هاد الكوموند هادي كوبيها من هنايا غادي تجي للاب ديالك اللي هي هادي وغادي تحبس السيرفر هكذا وغادي تكوبيها هي هادي وغادي دير اونتري وغاتخليه انستالي. وغادي نطلقو في الجزء الجاي فين غادي نشوفو كيفاش نزيدوها. راه ديجا هما دايرين هنا يعني ما شي تحت شي حاجة اللي هي كتيرة. اليوزاج غادي دير الامبورت للريتين من بعد هذاك الريتين ها هو الكومبوننت غادي تزيدو كتزيد له الاون كليك. اون كليك كتقول هاندل ريتين. هاندل ريتين هي هاد الفانكشن هادي هاد الفانكشن اللي كتريكوبيري الريت اللي
يعني التقييم اللي عطى ليوتيليزاتور وكتعطيه لواحد الفاريابل اللي كتزيدها هنايا، كتقول الريتين سيت الريتين وكنعطيوها زيرو، هادي الانيشال ريتين فاليو يعني لا فالور انيسيال. بعد كتقول سيت ريتين وكتعطيها القيمه اللي اختار ليوتيليزاتور. هادشي اللي كاين، داكشي سهل وبسيط جدا. فدابا هو داز، كنا غادي نوقف هنا، وفي الجزء الجاي غادي نكملو. عجبك هادشي جمجم بارطاجي، تابون، اشترك، فرق، وزع، ونشر، انتشر، ونشوفو في الجزء القادم.